إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي خصحب الفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوري يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا السهادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فتنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمصفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فكونوا
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب البعث الوارث المنهي سالب عالم الكين والبين والزائل والذاهب يسبه الآبل والبائل والطالب والغالب ويوحد الناتق والصامد والجامد والذائب يضرب بأدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. حكيم عذر بنيكمه والعزائم في ترتيب تركيب هذه القوانب خلقمه وأزم وزد ورق ولحم وجد وصار بنظم متلف متراكب مما إذا به يخرج من بين صلبه والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب يعجل بكل ليلة إلى السماء دنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة بؤن له المطالب. فلا رعيت الهدى مكياما على الأقدام وقد جادوا بدموع السواكب والقام بين النادم والتائب وخائب لنفسه يعاتب وبك من الذنوب إليها هارب. فلا يزال النبي الاستغفار حتى يقف كف النهار ديون الغياهب صلى الله عليه. فيعود وقد فاز في المطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو غائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى بملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل يخلق آدم من الدين اللازب وعلى دبره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسبياء وأقرب الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل وآدم قال آدم به أنله على المراتب. قيل ونوح قال نوح به يهج من القرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم جاء
hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib. Qila wa Musa, qala Musa huwa lakin hadha habib wa Musa kalim wa muhatib. Qila wa Isa, qala Isa yubashiru bihi wa huwa bainayri nubuwatihi kal hajib. Qila faman hadal habibul karimul ladzi albastahu hullatal waqar wa tawajdahu bitijanil mahabati wal ibtihar. Sallallahu alaihi wa nasyarta ala rasihi wa sa'ib. Qala huwa nubin istafartuhu milwai ibn ghalib. Ya mutu abuhu wa umuhu ya kullu jaddu summa musakiku abu talib. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa alihi. Yub'athu min tihamah بين يدي القيامة في ظهره علامة تذله الغمامة تطيعه السهائب فجري الجبين ليلي الفي الأنفي ميمي الفمي نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق الثاقب. صلى الله عليه قدماه قبله ما البعير فعزل ما اشتكاه من المحان والنوائب آمنا به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحنى إليه الجذع حنين حزين النادب. صلى الله عليه يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن عوذي يعفو ولا يعاكب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى شرف المراتب في رتبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب. صلى الله عليه في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكون وانفصل عن العالم ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمحاتب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح به رد حادثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصيرته مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم دامبك ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما أن رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح الله ذلك نور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في دينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني بسفينة في صلب نوح وجعلني بسفينة في صلب إبراهيم حين قذف به في النار ولم يزل الله عز وجل إلى الأرض اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث الأول عن بحر العلم دابق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت دورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح الله ذلك نور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ودع ذلك النور في دينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وحملني بسفينة في صلب نوح وجعلني بصلب الخليل إبراهيم حين كذب به ولم يزل الله عز وجل ينكلني من الأسلام الطاهرة إلى أهم الزكية الفاكرة حتى أخرجني الله من بين أبويا وهما لم يلتقي على صفاي قط اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وبارك عليه الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي الدورة إلا شبرا واحدا كان يخدمه ويدخله صندوق فلما مات أبي فتحته فإذا به نبي يخرج آخر الزمان مؤمنه بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالسام يقش شعره ويتزر على وشطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يشفون بصلاتك صفوا بهم بالقداس صلى الله عليه قلوبهم مصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم
فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فاجنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أشربوا على أبوشهم وجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال صلى الله عليه غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فيقول الحق وعجتي وجلالي لجعلت من أخلصني بشهادتك من كذب بي أذهلهم الجنة برحمتي يا عز وجل العقود وخلاصة إكسير سر الوجود ما ديك قاصر ولو جاء ببدل المجهود ووسبك عزيز عن حسب ما حويت من خصال الكرم والجهود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والأولى لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتج العرش طربا واستبشارا وجدد الكرسي هيبة ووقرا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا فلما استضى بها الطلق بإن رب الخلق ودعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله Yeah.
وحينا متمسكين بسنته وطاعته ومتنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع لخلائك فترحمها اللهم رزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدرسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة الذنوب وسترت برداء مغفرة عيوبه
اللهم إنه كان معنا في الساعة فلا تحرمه من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبر فوافقنا لعمال صالح يبقى ثناه على من مر الدهر. أمين. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين. أمين. واليوم لقائك من الذاكرين. أمين. وحينا بطاعتك مشغولين. أمين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين. أمين. ولا مخذولين. واختم لنا بهذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا رسول الكريم لنا شفيعا. أمين. وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. أمين. اللهم اسكننا من حوض المسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات. إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول سر الفاتحة.